اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كيف لاباس، عدتوا العود احمد، واش راكم لاباس، وحشتكم. هذه غيبه، راني رجعت لكم بعد غياب طويل باذن الله، مانيش راح نزيد ننقطع عليكم ان شاء الله. ان شاء الله ادعوا لي وخلاص. شوفوا والله جبت لكم من كل بستان ورد، جبت لكم سبب غيابي، جبت نقول لكم طمنكم عليا بلي صافا الحمد لله، بديت نرتاح. بداو الحفلات، بداو المناسبات، وصل العيد، لازم الطاقه الايجابيه تبدا. وراني مازلنا مع البريكول، باكملتش البريكول اللي رامي سقسيو فيا، مازلنا مع البريكول ديجا. هذا شويه كواليس، انا وعائلتي الصغيره، نشريو في الكارت، نشريو في الجيرفليكس، نشريو في الديكور، نشريو في اللي يسر العفايس هذو تاع الدار. صورتكم مقاطع، شوفوا كي عود معايا المعلم، ما نشتيش نصور مليح، يوقف لك يقول لك هيا خيري شري لي راكي تصوري، لا كي تصوري نقول له نسحق مقطع برك مشتركاتي مطمنهم عليا واش راني ندير. شوف جبت لكم مقاطع هنا من الهواري، من المحلات هذوك اللي يبيعوا البابي وجيرفليكس، وهنا من عند الراتو ميبل. شوفوا الراتو ميبل ديما نشري عليه لي ليستر، لي ليستر تاع داري كامل من عنده، بيسك عنده لي موديل بزاف ولي بري تاعو موان شير، بيسك هو اللي يمبورتيهم بريميرمان. ديما الحوايج هذوك كي تشريهم من عند بريميرمان نلقاهم خير من المحلات الاخرى. رحت نشري ليستر تاع الشومبرا، الشكل انواع، انا ذوقي ذوق والمعلم ذوقه ذوق ورامي ذوقه ذوق، ونجيو ثما قدام الناس نبداو نتهاوشوا، كل واحد يخير حاجه. المهم في النهايه تفاهمنا على خيرنا يعني واحد مشترك. اللي ما يعرفش محل راتو ميبل راهو جاي، شوفوا 17 اكتوبر مدرسة 17 اكتوبر، تمشيو لتحت مباشرة تلقاوه يبيع غير لي ليستر ديكوراسيون فيس حطة، يعني كاش نهار ندير لكم جولة كاملة عنده، كاش نهار يعني ندير لكم فيديو مخصص غير ليه. الايام القادمة ان شاء الله نكمل فقط البريكول تاعي وندير لكم. انا ثاني نخير في الديكوراسيون هذو بزاف عجبوني، كيوت باهيين شيك، يعني لي موديل كل مليح، قعدت محتارة بين اي موديل. هذا الركن الاول وراني غايبه راني يعني في البريكول. الركن الثاني راني مع دونتيست، اخيرا نشوفو بني ملي كان يقرا في تحضيري، عطاولي الورقه تاع الدونتيست، تدي له ثلاثه ولا اربعه اللي نروحو ليها يبدا يبكي يتخبط، تقول لك ما نديرلوش او يبكي ما يحبس. شوفوا اول مره طيحني ربي في نفس مولى الله يعطيها ويرضيها، عندها فن في التعامل مع الوليد، عرفت تهدر معايا، عرفت تقنعو، الكرسي تاعي يطلع ويهبط الطيار. شوفوا اللي عندها بنها ولا بنتها ميبكي ومحبوش غير تديه لهم تقنعهم، راح نقلبها مختصه في الاطفال، تقنعهم عن جداره. قنعته بشوي، شوف السوسه وكبيره وبنتها ما وفرتها معي، راهي جايه اون فاس دار ثقافه. شوفوا اسمها ولا غنسيتو، نورمالمون الورقه قريتها اللي عطاتها لي عيطو رانيا. المهم هي اون فاس دار الثقافه، المهم شفت عليها بلي رانيا، انا مازلت يعني كل سمانه نروحو عندها حتى نكملها، وخدم تقريبا 50% خدم اللي من تحت مازالو اللي من فوق. هذه هي الدخله تاعها، لكن ما توليتش نصور لكم على برا. المهم راهي في لاسين تي في، تمشيو شوي دار الثقافه راهي اون فاس ليه. كاينه ايضا استعجالات طبيه نظن معاها، نظن هذه الدار الفيلا ولات كشغل لك بس استعجالات طبيه، وكاينه دونتيس. والحاجه المليحه فيها انه قالت لي نخدم حتى 8 تاع الليل، سما هذه حاجه مليحه كي تنوضك ضرستك نص الليل ولا ذاك المغرب ولا اصلا ضرست رزان هاي بدات تخرب احشمي، كي تنوضك ضرستك المغرب على الاقل تلقيها فاتحه يعطيها الصحه يعني. وانا ايضا راح نبدا عندها، انا عندي ذوز ضروس، خاف انا من الدونتيست، عندي فوبيا نولي نرجف، عندي ضرسه بديتها من قبل دوك ما كملتهاش، راح نبدا نخدم سنيه نسيكيهم بيان، ندير لهم تبييض، المهم راح نتهلا فيهم ان شاء الله، لانه جاتني بلي يدها خفيفه بزاف ما بكاش مره. اها هاي بدات رزان تقرب، عدي لكم لفت الانتباه. شوفوا قنعته فات وقنعته يطلع في الكرسي خلاص، قال لي نخدمهم كامل ونروح ونكمل وعجبته، رحمتك يا ربي يعطيها الصحة إن شاء الله بالتوفيق، ربي يوفقها إن شاء الله. هذه هي الواجهة تاعها راهي أون فاس لدار الثقافة قد قد، عيطو راضية اسمها، ومكتوبة على برا عيادة طبية، والفوق كاين دونتيست كابين وكاين بيرو تاع طبيب استعجالات طبية حتى لحداش تاع الليل نورمالمون. المهم نروحو للركن الثاني، جبت لكم ديكورات تاع اعراس ومناسبات، اللي عندها حفله، اللي عندها طاره، اللي عندها عيد ميلاد، اللي عندها عرس، اللي عندها خطوبه، اللي عندها فاتحه، وتحب دير الديكور هذا الرقي اللي راه طوندونس كامل راهم يديروا فيه عند المبدعه الدنيا ايمان، ولا تحب تحجز راهي في خدمتكم. هذه اعمالها، هذو كامل صور حقيقيه تاعها من اعمالها، يعني راح نخلي لكم رقم الهاتف تاع الدنيا ايمان، هي نفسها اللي تخدم لي تارت، فقط من لي تارت زاد دخلت الابداع تاعها دخلته في الديكورات تاع الاعراس والمناسبات، تخدم لكم كلش من الكرسي تاع العروس وروح الكاطو لي تارت الطوابل الورود الكريسة، تخدم لكم حاجه فن وخلاص. ميم عندها لي سيرفور تاعها، السيرفيس تاعها اسمها، اي تفصيله اي استفسار على السعر على
اي حاجه تقدروا تتصلوا بها في رقم الهاتف، راح اخليكم رقم الهاتف تاعها في صندوق الوصف. بالتوفيق البنت بلادي، دنيا ايمان، وبالتوفيق لكل وحده تخدم في المجال هذا، راهم بزاف يعني ما شاء الله، ربي يوفقهم كامل. لكنها يعني بسلامتها ما شاء الله عليها، ابدعت في مجالها، دير ديكورات هايلين يعني. قلت لكم راح اخليكم رقم الهاتف تاعها في صندوق الوصف، وكل مره ان شاء الله نعرفكم على مبدعه جديده وعلى حره جديده. ديجا قلت لكم راني زعفانين مني، لا فيديو هذا راهو اعتذار لكل اصحاب الحرف اللي وعدتهم بالدعم المجاني، ووعدتهم اني ندعمهم وندير لهم راكون هكذا في قناتي وما كتبنيش، ما لحقني ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راح نطلع على زوج ولا ثلاثه، هنا هذو كواليس فقط صور عمرت فيهم لا فيديو بالشيخ فيهم، هذو عند امي جد تعشيت انا وعماتي ونسى مامي مع بعضنا، كثر خير أماج ديما 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 لمتنا، ديما مطيبتنا، ديما مزهيتنا، ديما مديرتنا اللمة هذه الزينة يعني مع عمتي ولا مع خالتي ولا مع كل العائلة يعني. أماج تموت تشتي أمي، تشتي 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 اللمات، تشتي العرضات، تشتي التجمعات، تحب هكذا اللمات الطيبة هذه ببساطة، ماشي شرط تكون اللحم ومشوي والطوابل والديكور، ليلة في السنية في الأرض في الطابلة، نعيشوا في الظروف كل احنا عائلة نعيشوا في الظروف كيف، المهم نتلمو خلاص، المهم أمبيونس وصاي رزان. حشمي ماما خلينا نكمل نسجل، نو 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 وش يتعيط. شافو هنا تلمينا على السينية الماد في الأرض اللي قدو هذية بسخانة تكتل الطابلة والكراسة وما ناش حاملين نقعدو فيها. وش راكم على العاصفة هذو؟ شكون اللي نفضت قبل العاصفة وشكون اللي مازالت بعد العاصفة؟ شكون اللي نفضت وخلت السويقي محلولين وخرجت كيما للا كيما للا روزة، خلت الدنيا محلولة روحت لقيت الدنيا حمراء. هنا هذو سينية تاع تاي، شافو لي سيجار هذو تاع الكاوكاو دارتهم مرت خويا، جاو بنين مقرمشين حطة يعني بنين قوة يعطيها الصحة. مباشرة من أكل أمي ومرت خويا نروحو لأكلي بربوشة بالحليب والبصلة والكاسي والدلاع الحبيب ولد الحبيب، ما نديرها غير العزيز لولد العزيز. عندنا مدة طويلة ما درتهاش، توحشتها يعني في داري، درتها العشاء مع البريكول، راني نطيب غير في الحاجة الخفيفة، ما كانش هكذا أطباق ولا والو، غير الحاجة الخفيفة وخلاص، سخانة غدا عشاء غير كرهنا. الآن نروحو البوكس هذا، وصلني من عند كاطو رويال، اللي يحب يكوموندي بما أنو العيد وصل، اللي تحب كوموندي بوكس مشكل راهم متوفرين عندها حتى سواء بالحبة سواء بلي بوكس. شوفوا حاجة نضمن لكم زوج حوايج، نظافة يعني في خدمتها في مطبخها في خدمتها، والبنة صراحة على بالكم بيا مانيش من عشيقات القاطو، ما نحبش حاجة الحلوة بزاف، ما عندي حاجة في القاطوات، بصح قاطوها يذوب في الفم يعني بنين بقوة يعني بنين بنين بنين، حتى كل منظاق من البوكس هذا قال لي قوة قاطو قوة قوة. أصحاب اختصاص طبعا، أنا قلت لكم مانيش حلواجية بزاف، بصح القاطو يبان كي تحلي البوكس تضربك الريحة هكذا تاع القاطو جديد، ولا تمسي الحبة تدقدق في يدك، هذا دليل بلي القاطو ناجح جدا. هنا البوكس شوفو تشوف مولاتو تندب لي قاطو رويال، هو نورمالمون يوصلني مسقم، وانا كي حطيتو لي في المحل من المحل للدار هذاك هو تخرخض شوية فزدو الحبات شوي. دوك نقسم لكم الحبات تشوفوها، هي تخدم في دارها وعندها التوصيل، تبيع لك بالحبه بالموديل سينو بالبوكس مشكل بما انه العيد وصل. هذا رقم الهاتف تاعها وهذه لاباج تاعها كاطو رويال، اللي حابه تواصل معها تحبس باك دير بوز وتكتب رقم الهاتف تستفسر على اي موديل وسعره، سينو تستفسر على العروض اللي مديرتها في العيد. بالتوفيق ليها وكل حره تخدم على كما نقولوا على رزقها وعلى وليداتها بالحلال، ودير في مشروعها وتكبر في روحها، عقبال ان شاء الله ما يديروا محلات ويديروا يكبروا يعني ويديروا ورشاتهم كل وحده في مجالها. شوفوا هنا قسمت لكم الكاطو رزان وحشمي، شوفوا قسمت لكم حبات الكاطو هنا، الله يبارك يذوب في الفم وبنين قوه يعني بنين بنين بنين، اللي تمسيه يدقدق معاه نسمى، اللي نجي نقسمو يدقدق، ربي يوفق ان شاء الله. نروحوا لركن اخر، شوفوا الفيديو كيفاش راهو طرف 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 طرف، هنا بداو الحفلات، مبروك على كل الناجحين والناجحات في شهاده الابتدائي وشهاده المتوسط. حنا بداو الحفلات تاع البيام والسانكيام، مبروك على كل كيفاش يقول العائله اولاد العائله وبنات العائله اللي داو. حنا بداو الحفلات، هذه حفله بيام تاع اقارب يعني ديتكم معايا، في الاول اكيد عصائر وفاكيا، ومن بعد يقدموا الحليب القهوه الكاطو التقليدي هكذا بانواعه، المقروط تشارك بقلاوه كاطو شوكولا هكذا ما بيش
كيفاش يقولوا سابلي رويال، المهم يقدموا جوزيه، يقدموا تحليه، كل وحده كيفاش تقدم، كل وحده وحريتها يعني كيما تحب. نروحوا لركن اصحاب الحرف اللي هي فوفه. فوفه هذه واش تخدم؟ فوفه تخدم في دارها في التساهمين، تخدم كيما نقولوا ثاني على روحها، تخدم الظفار والشفار، بما انه العيد اللي يحب هكذا تبيش وتنظف وتعدل روحها للعيد. هاي لكم، هذو الصور من خدمتها، قلت لكم ابونيوني في لاباج تاعها تاع الانستغرام، ودوك خليكم رقم الهاتف تاعها في صندوق الوصف تاع فوفا، اللي يحب تتواصل معها، اللي حابه تخدم للعيد، ولا حابه كيما نقولوا ميم ديبلاسي تخرج للديار، سينو تروحوا نتوما ليها للتساهمي. سما ميم كي عاد ديبلاسي حاجه مليحه. راح نخليكم رقم الهاتف تاع فوفا، ونخليكم لاباج تاعها، راني حطيت لكم كابتير، اللي يحب يتواصل معها يتفضل. بالنسبه لسقساوني على حلويات العيد وحلويات ام محمد بنت زمان، غدا باذن الله او بعد غد راح نبدا لكم موديلات العيد، حنحط لكم زوج موديلات حصريه بنينه تذوب في الفم من محل بنت زمان.